In the circuit shown below, calculate the electromotive force epsilon 2 given epsilon 1 وI 1. طبعا مبدئيا طالما الاتنين دول بارلل يبقى الفرق الفولت نفسه. عندنا I 1 وI ده مقدرش مش موجود عندي، لكن اقدر احسبه لو درست الاوتر لوب. هقول سيجما الفولت تساوي صفر للاوتر لوب، وناخد اتجاه الموجب مع البتري. ايبسلون 12 ماينس اي في 4 ماينس الاي 1 2 زائد 4 يساوي صفر. انا خدت المسار اللي بره ده، اذا اي بتساوي الاي 1 قال لي بواحد، دول 6 يبقى الفرق 6 على 4 يبقى 1.5 امبير. اذا اي 2 جه هنا 1.5 امبير، 1 فوق يبقى نص تحت بالجانكشن رول. تعالوا بقى ندرس اللوب الابر. هقول سيجما فولت ابر بيساوي صفر، وده الموجب مع اتجاه البتري. ايبسلون 1 الاي 2 مش خارج من البطاريه دخل عليها، يبقى بلس اي 2 5 زائد 1، لكن الاي 1 خارج منها 2 زائد 4 يساوي صفر. اذا الايبسلون 1 عندنا الاي 2 بنص، يبقى الحته دي 3 وده بواحد، يبقى 6 ناقص 3 يبقى 3 فولت. طبعا ممكن تتأكد انك تدرس المسار اللي تحت ده lower loop، تقول epsilon 1 ناقص 1.5 في 4 وبعدين ناقص i 2 في 6 ناقص epsilon 2، هتلاقي نفس الجواب، يعني يطلع لك نفس الجواب. تعالوا نجرب كده. الإبسلون 1 ب 12 نشيل منه 1.5 ضرب 4، وكمان نشيل منه نص في 6، هتبقى 3 نفس إجابتنا.